في الحقيقة في كل مكان في مصر رجال الشرطة موجودين حوالينا، مش بس لحفظ الأمن والأمان، لحفظ الممتلكات الشخصية والممتلكات العامة كمان، لا ده كمان لتحقيق السيولة المرورية اللي موجودة في الطرق. علشان كده تعالوا نروح دلوقتي لزميلنا محمود جميل مراسل صباح الخير يا مصر عشان نتعرف منه على أحوال المرور من داخل الإدارة العامة للمرور. صباح الخير يا محمود، وكل سنة وكل اللي موجودين عندك بألف خير يا رب. صباح الخير عليك يا أحمد، صباح الخير عليك يا بسنت، بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان، بصبح على حضراتكم من الإدارة العامة للمرور في فقرتنا المرورية اللي بنقدمها لحضراتكم للتعرف طبعا على حالة الطرق الرئيسية والمحاور سواء من خلال الإدارة العامة للمرور أو كل الإدارات. حقيقة مجهود كبير جدا بتقوم به طبعا الإدارة العامة للمرور من خلال قيادات ورجال المرور اللي بيكونوا موجودين في كل الخدمات المرورية في الشوارع والمحاور لتيسير حركة المرور والتعامل مع أي مستجدات. ويمكن بالمناسبة دي حابين ان احنا طبعا نقدم التهنئة والتحية والتقدير لكل قيادات وضباط وأفراد وزارة الداخلية بمناسبة طبعا عيد الشرطة 70، ومن ضمنهم رجال المرور اللي الحقيقة بيقوموا بمجهودات عظيمة جدا في الشارع المصري، وكل سنة وكل المصريين دايما في أمن وأمان وسلام بفضل هذه الجهود. النهاردة احنا معاكم هنتابع الحالة المرورية للشوارع والمحاور الرئيسية من خلال الكاميرات المثبتة للإدارة العامة للمرور. وخليني أبدأ مع حضراتكم بطريق حيوي مهم جدا، وهو طريق السويس. زي ما حضراتكم شايفين طريق السويس هيكون فيه سيولة مرورية موجودة سواء الاتجاه المتجه إلى السويس أو القادم من السويس ومتجه طبعا إلى الرحاب أو إلى القاهرة. وهنا طبعا اللي هيكون متجه الى شارع الثورة، فهنا هيكون في سيولة مرورية موجودة في جميع الاتجاهات سواء المتجه الى السويس او القادم من السويس ومتجه الى القاهرة. ايضا طريق السويس اقدر ان انا من خلال طريق السويس اتجه الى العاصمة الادارية الجديدة. هنتجه الى العاصمة الادارية الجديدة وتحديدا في بن زايد الجنوبي. بن زايد الجنوبي تحديدا امام منطقة الابراج هيكون في سيولة مرورية في الاتجاهين رغم وجود الاعمال الإنشائية الضخمة اللي بتتم في العاصمة الإدارية، فهيكون في سيولة مرورية في جميع الاتجاهات داخل منطقة بن زايد الجنوبي. من منطقة بن زايد الجنوبي إلى منطقة بن زايد الشمالي هنلاقي أيضا إنه في سيولة مرورية موجودة في جميع الاتجاهات، فإذا إحنا بنشهد سيولة مرورية موجودة داخل العاصمة الإدارية الجديدة وأيضا طريق السويس. فأي حد هيكون متجه من طريق السويس متجه إلى محافظة السويس أو متجه الى شارع الثوره او متجه الى العاصمه الاداريه هيكون في سيوله مروريه. ننتقل بقى الى محاور الجيزه وتحديدا المريوطيه. طريق المريوطيه هنا طبعا هيكون في يعني بعض الكثافات المتوسطه جدا يعني هنا في الاتجاه المتجه الى مدينه 6 اكتوبر، وهنا منزل المريوطيه طبعا اللي هيكون متجه الى محور او منزل المريوطيه بالنسبه للمتجه الى المعادي والتجمع. اما الاتجاه الاخر هنا طريق الواحات. خلينا ننتقل الى طريق الواحات ونشوف اخبار طريق الواحات ايه. طريق الواحات بالنسبه للمتجه الى مدينه 6 اكتوبر و ميدان الرماية هيكون فيه طبعا سيولة مرورية موجودة في هذا الاتجاه، والاتجاه الآخر هو القادم من مدينة 6 أكتوبر ومتجه إلى جامعة القاهرة والجيزة هيكون أيضا في سيولة مرورية بيشهدها طريق الواحات على الاتجاهين. فالمتجه إلى مدينة 6 أكتوبر وهيتجه من طريق الواحات نحب نطمن حضراتكم إن هيكون في سيولة مرورية على طريق الواحات زي ما حضراتكم شايفين. هننتقل من طريق الواحات إلى البحر الأعظم. منطقة البحر الأعظم الدائري هنا تحديدا هيكون في سيولة مرورية موجودة سواء الاتجاه المتجه إلى المريوطية أو الاتجاه الآخر المتجه إلى التجمع والمعادي. وأيضا هنا نزلت البحر الأعظم زي ما حضراتكم شايفين للقادم من التجمع والمعادي هيكون في سيولة مرورية في نزلة البحر الأعظم. كنت بقول لحضراتكم إن اللي هيتجه إلى منزل المريوطية هنا هنتجه إلى منزل المريوطية بالنسبة للقادم
تنقسم إلى التجمع والمعادي والمنيب، هيكون في سيولة مرورية موجودة في هذا الاتجاه، والاتجاه الآخر القادم من المعادي والمنيب والتجمع ومتجه إلى مدينة 6 أكتوبر هيكون أيضا في سيولة مرورية في جميع الاتجاهات. هننتقل من منزل المريوطية إلى سما تاور وتحديدا في منطقة التجمع والمعادي في الدائري. هنا هيكون المتجه إلى منطقة التجمع طبعا والعين السخنة، هيكون في سيولة مرورية موجودة على هذا الاتجاه، والاتجاه الآخر هو القادم من التجمع أو العين السخنة ومتجه إلى المعادي، هيكون في سيولة مرورية أيضا موجودة في هذا الاتجاه. من سما تاور هننتقل إلى طريق هام جدا وهو الأوتوستراد. الأوتوستراد زي ما حضراتكم شايفين المتجه إلى الجيزة هيكون في سيولة مرورية تامة، والاتجاه الآخر هيكون متجه إلى المعادي والتجمع، أيضا هنشهد سيولة مرورية على جميع الاتجاهات. وهنا هذا الاتجاه هو اللي هيكون متجه إلى صقر قريش، أيضا هيكون في سيولة مرورية موجودة. من طريق الأوتوستراد إلى منزل الصعيد، منزل الصعيد وتحديدا في منطقة المنيب، هنلاقي ان في كثافات هنا موجودة. طبعا هذا الاتجاه هو المتجه الى التجمع والمعادي من منزل الصعيد، وهنا طبعا بسبب الاعمال الانشائية الموجودة على جانبي الطريق، لكن الجانب الاخر اللي هيكون متجه الى او قادم من المعادي والتجمع ومتجه الى الجيزة والبحر الاعظم هيكون في سيولة مرورية في هذا الاتجاه. المتجه الى التجمع هيكون طبعا في نفق الان ايه، نفق الان ان ايه زي ما حضراتكم شايفين هيكون في سيوله مروريه بالنسبه للمتجه الى التجمع الاول او مدينه نصر، او الخارج من التجمع ومتجه الى المعادي ناحيه الدائري هيكون في سيوله مروريه طبعا بيشهدها هذا الطريق. طبعا ما ينفعش ان احنا ننهي خدمتنا الاخباريه من غير ما نطمن على محور 26 يوليو. احنا زي ما قلنا لحضراتكم المتجه الى مدينه 6 اكتوبر عن طريق الواحات هيكون في سيوله مروريه تامه، اما اللي هيكون متجه بقى من ناحيه محور 26 يوليو زي ما حضراتكم شايفين هنلاقي اعلى السودان، محور 26 يوليو اعلى السودان هيكون في سيوله مروريه تامه للمتجه الى مدينه 6 اكتوبر. بعض الكثافات اللي هتكون عند سلم السودان، وده بالنسبه للقادم من ميدان لبنان، فهنا بنشهد بعض الكثافات اللي بتكون موجوده. وبصوره اقرب الى ميدان لبنان على محور 26 يوليو هنشوف ان هنا في برضو بعض الكثافات اللي موجوده في ميدان لبنان ومتجه الى كوبري 15 مايو، اما هذا الاتجاه المتجه الى مدينه 6 اكتوبر هيكون في سيوله مروريه موجوده. بالنسبه للمتجه الى مدينه 6 اكتوبر من محور 26 يوليو بصوره اقرب مره اخرى الى مدخل الشيخ زايد هنلاقي ايضا انه في سيوله مروريه موجوده على مدخل الشيخ زايد في محور 26 يوليو، فقط الكثافه هتكون في ميدان لبنان للمتجه الى الجيزه والقاهره. فإذا بشكل عام احنا النهارده بنشهد يعني الحمد لله سيوله مروريه في اغلب محاور والمحاور والطرق الرئيسيه، سواء بنتكلم على طريق السويس ثم الاتجاه الى العاصمه الاداريه الجديده، او بنتكلم على الاتجاه الى مدينه 6 اكتوبر من طريق الواحات او من محور 26 يوليو. فقط القادم من محور 26 يوليو باتجاه الجيزه والمهندسين هيكون في بعض الكثافات الموجوده تحديدا في ميدان لبنان. دي كانت الحاله المروريه من داخل الاداره العامة للمرور. بنهنئ مرة تانية طبعا قيادات وضباط وأفراد الشرطة ومن ضمنهم رجال المرور، وكل سنة وكل المصريين بخير وفي أمن وسلام. بشكركم على حسن المتابعة وبرجع لكم في الاستوديو أحمد وبسنت مرة تانية. شكرا ليك محمود جميل، وفي الحقيقة يعني مش جديد عليك الجولة المرورية الغنية بالتفاصيل، واللي دايما يعني الحمد لله بتدينا جرعة تفاؤل كده على الصبح بوجود سيولة مرورية في أغلب المحاور والطرق الرئيسية للقاهرة الكبرى. شكرا ليك محمود مرة تانية.